السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وفي صفحتكم ومن محلكم أثاث الثقة، دائما بالفخامة دائما بالأناقة والجودة. اليوم جيناكم بأنكيت سالامونجي من أروع ما يكون، اللي يجي فيه طاب سالامونجي بلوس أرجنتري بلوس بايو في الأهمات 80 من أفخم ليكيت اللي تواجدوا في محلكم أثاث الثقة، كامل مخدوم وناتر. وننتقل الآن للتفاصيل، والحاجة الأولى اللي حنا نبدأ بها هي لطابل التانا. لطابل في السيشاز بالنسبة لديموسون تاوحا راح نصيبوا فيها أمت 60 سير 90 دي سنتيم، قاعدة من الخشب، وفي الميليو راح نصيبوا قاعدة زجاجية في اللون الأسود. تساؤلت جينا أسكو هذه قاعدة زجاجية تتكسر بفعل الحرارة؟ نقول لكم لا لا، قاعدة زجاجية في البلان حاجة بزاف بزاف صوليد. بالنسبة لي بي كما راكم تشوفوا مخدومين اونيتر هما كذلك، وبالنسبة للطابل تاعنا راهي بزاف بزاف سوليد. ومن ناحية لافينيسيون دائما اللي عودناكم بها في محلكم اثاث الثقة، نيشاز تاعها بزاف بزاف هايلين، مخدومين كامل بالكابيتون يعني في الظهر وفي القاعدة كذلك. بالنسبة للظهر تاعهم راهم بديزاين بزاف هايل، لاحظ منكم كومفورت توتال كي تكونوا مريحين في لاشيز تاعكم. لاشيز هي كذلك لي بي تاعها كامل راهم مخدومين او بوا اتر، يعني لا سوليديتي في هذا الكيت 10 على 10. ننتقلوا الان ونروح نشوفوا لو بايو بلوس لارجنتري اللي خرجوا تحفه ما شاء الله، نفس الديزاين نفس السكيطاج. الحاجه الاولى راح نبداو بها هي لي ديمونسيون. لي ديمونسيون تاعنا راح نصيبو 2 متر 20 سور 1 متر 20 بالنسبه لارجنتري، و 1 متر 80 سور 1 متر 90 بالنسبه لو بايو تاعنا. لو بايو ماهوش مرفوض بزاف على الارض، ولكن نقدروا ندير لكم دي بيناز باش هكا تزغدوا لو بايو تاعكم فاسيلمون، لانه مخدوم بلو ات بلوس الرخامه كما راكم تشوفوا لو دونك حاجه بزاف بزاف ثقيله. الرخامه هذه راهي من اروع ما يكون، ديزاين تاعها الشكل تاعها مام الميروار اللي راهي اونكادري كامل اون نت، راهي اونكادري كذلك كامل بلو ليد حاجه بزاف هايله. مام لاكولور تاعو راهي بزاف مانيفيك، يشعل افيك ان بوطون ديجيتال حاجه رويال، حاجه لوكس، حاجه اللي ما كناش نشوفوها كثيرا في الصنع المحلي. بالنسبه للتقسيم الداخلي راح نصيبو ايطاجير سور لا غوش ايطاجير سور لا دروات، لافينيسيون من الداخل راهي 10 على 10 دائما كما عودتكم اثاث الثقة، لا فينيسيون من الداخل ومن برا. ننتقلوا الان ونروحوا نزيدوا نشوفوا لارجونتري اللي راهي نوعا ما اسورتي مع لو بايو تاعنا، نفس الديزاين بالنسبه للتيروار تاعها، نفس الشكل نفس لو بوا كامل سي دو اثر واش راكم تشوفوا في الصوره. ميكانيزم تاع للتيروار راهو بزاف هايل، نفس الميكانيزم اللي راح نصيبوه في لي بورت تاع لو بايو تاعنا، يعني ما كاش لي بواني ظاهرين، حاجه اللي راهي طوندونس في الاونه الاخيره. برايا تيليسكوبيك اوفرتير فاسيل. بالنسبه للميروار راح نصيبوا دو زيطاجير بسجاج حاجه الله يبارك، بلو ميم ميكانيزم ميم بلي تساعد هما لي زيطاجير، لا فينيسيون نفسها اللي راح نصيبوها في كامل لو كيت تاعكم. لي بورت كذلك راهم بنفس الميكانيزم حاجه مودير. هذا هو لو كيت تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الفيديو، ان شاء الله كنا خفاف عليكم. بالنسبه للسعر تاع هذا لو كيت 37 مليون و 837 مليون ويصوم مع النقل ل 58 ولايه. للحجز او الاستفسار ما عليكم غير تواصلوا معنا عبر الارقام اللي راهي ظاهره اسفل الشاشه. انا ما بقى غير نقول لكم ربي فارغنا بلا ذنوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.